أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نت: مفوضية حقوق الإنسان تؤكد تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات وتجارتها في العراق. وفي البصار: نواب في البرلمان يقرون ما يحدث في سجون الموصل كارثة. وفي المدى نطالع: حقوق الإنسان تكشف اكتظاظ المواقف بمتعاطي المخدرات من الذكور والإناث. وفي كتابات الحشد: يتمرد على قرارات عبد المهدي قطع الطرق وطرد الجيش من سهل نينوى. جاء في العرب اللندنية: رئيس الوزراء العراقي يسقط في اختبار ضغط سلاح الميليشيات. طالع في العرب الجديد: الهند تلغي الحكم الذاتي في كشمير، إعلان حرب ضمنيا. ونطالع أخيرا وليس آخرا في القدس العربي: كبير مستشاري خامنئي الدفاع عن بغداد كالدفاع عن طهران. أهلا بكم. تعرض معسكران للحشد الشعبي في العراق لقصف بطائرات مسيرة الشهر الماضي، وفيما نفت الولايات المتحدة مسؤوليتها، وبينما لا يمكن بأي حال من الأحوال استهداف تنظيم الدولة الإسلامية داعش هذه المعسكرات بعد أن تضاءل وجوده، بينما التزمت الحكومة العراقية الصمت ولم تدلي سوى ببيان يتيم يشكل الأمور أكثر مما يوضحها. جاء هذا في مقال للكاتب إياد الدليمي في صحيفة العرب الجديد. تلتزم الحكومة العراقية الصمت إزاء استهداف معسكرات الحشد من طائرات مسيرة إسرائيلية، وهي على ما يبدو تملك كل الأدلة على قيام إسرائيل بذلك، خصوصاً أن العمليات كانت دقيقة وأدت أيضاً إلى تدمير مخازن أسلحة ثقيلة. لماذا التزمت الصمت الذي لامتهم عليه حتى حليفتهم وداعمتهم إيران؟ حيث كتب الصحفي الإيراني علي موسوي خلخالي في مقال على موقع إيران فرونت بيج إن صمت بغداد على الغارات الإسرائيلية على الأراضي العراقية تدرك بغداد جيداً أن الوضع لا يحتمل أو يتحمل مغامرة أخرى ضد إسرائيل قد تغضب الولايات المتحدة، التي يبدو أنها عازمة فعلياً على تقليص النفوذ الإيراني في العراق، وهو ما جاءت عليه تقارير إعلامية أمريكية عن فحوى رسالة حملها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد في مايو أيار الماضي، عندما طالب بغداد علنا وصراحة بمنع إيران من نقل صواريخ إلى ميليشيا الحشد الشعبي وإزالة الصواريخ الإيرانية التي في حوزة تلك الميليشيات. قد تكون سياسة المراوغة والانحناء للعاصفة التي تتخذها حكومة بغداد مجدية حاليا، ولكنها بالمطلق لن تكون كذلك في حال استمرت الضغوط الأمريكية على إيران، بمعنى أن على بغداد أن تنأى بنفسها عن إيران وأن تعمل على انتهاج سياسة أكثر عقلانية تفكر بالعراق أولاً، خصوصاً في أجواء إقليمية قابلة لتنمية العلاقات مع العراق في حال قرر المضي بسياسة النأي بالنفس. السؤال الأهم: هل تملك حكومة عادل عبد المهدي القدرة على اختيار هذا النوع من السياسة وتجنيب العراق أن يكون ساحة مواجهة بين إيران وأعدائها؟ جاء في المدى: تبادل تجاري بين العراق من جهة وإيران وتركيا والأردن والسعودية والكويت من جهة أخرى، والممنوحة إلى مجموع الائتلافات والكتل السياسية في البرلمان، هو من يقف وراء تعثر أي مشروع زراعي أو صناعي أو خدمي في الداخل، بمعنى مثلا أن لا لصناعة الألبان في العراق على سبيل المثال ما دامت الجهة الفلانية تتسلم نسبتها من إيران، وفق مقال الكاتب طالب عبد العزيز في صحيفة المدى. ومع تقاسم الكتل النسبة تلك، فإننا لن نلمس قيام صناعة في قطاع الألبان حتى بوجود 2,552,000 رأس من البقر و 285,500 من الجاموس، وأكثر من ذلك من الأغنام والماعز بحسب إحصاءات رسمية في العام 2010، خاصة إذا ما علمنا بأن العدد الكبير هذا قادر على تأمين حاجة السكان من الحليب ومشتقاته،
وجعل وجبة الفطور الصباحي عراقية بامتياز، ومن ثم الاستغناء بالكامل عن المستورد من إيران والسعودية والكويت، لكن إرادة السياسيين تحول دون ذلك. وبحسب إحصائية رسمية فإن 80% من المصانع العراقية للقطاعين الحكومي والأهلي متوقفة منذ العام 2003 إلى اليوم، وكل المحاولات التي تحدث عنها الوزراء المتعاقبون باءت بالفشل. والسبب بكل تأكيد هو حصة الكتلة التي تمسك بتجارة المستورد لصالح قطاع الصناعة، فقد توزعت الحصص بين الكتل، فأخذت الكتل السنية حصتها من مجموعة الأردن والسعودية، مثلما أخذت الكتل الشيعية حصتها من إيران والكويت ودبي، وهكذا تفعل الكتل الكردية مع تركيا وغيرها في عملية المحكمة لم تعد تخفى على أحد. وما وجود الوزراء والبرلمانيين هناك إلا للتنسيق وإدامة مردود الأموال عليهم جميعا. ولعل أقبح ما رسمته السياسة الأمريكية من خلال سنة الحاكم المدني بول بريمر المشؤومة هو ما يرتبط بتدمير بنك البذور في العراق. هذا القرار الذي قضى بالكامل على الأمن الغذائي ورهن مستقبل الزراعة وحياة قرابة 40 مليون إنسان بقرارات الشركات الاحتكارية. الكاتب يقول: العجز في الموازنة والمعلن في قانون رقم 1 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية فيشير إلى 27 تريليونا، وهو رقم مخيف على الرغم من الارتفاع الملحوظ في إنتاج النفط والإيرادات الضخمة المتأتية منه، بما يجعلنا جميعا تحت رحمة البنك الدولي في ظل انعدام الأمل باحتمالات التغيير. البصائر: تستمر صحيفة البصائر بالاحتفاء في ذكرى تأسيسها 16، فقد كتب أيمن العاني مقالا جاء فيه: رغم انسداد الأفق ووحشة الطريق وخذلان القريب وغدر الصديق، تظل البصائر منارة يستنير بها الأحرار وراية ترفرف فوق رؤوس الثوار وملاذا يلذ به الأخيار. وكيف لا؟ ولا نبالغ إذ نقول إنها الوحيدة الباقية المعبرة عن ضمير الشعب المتناولة لقضاياه بكل صدق وأمانة ومهنية ونزاهة. وبقيت البصائر على مدى السنوات 16 الماضية صوتاً وطنياً نزيهاً لمن لا صوت له، وقد واكبت البصائر مسيرة القوى المناهضة للاحتلال منذ يومها الأول، وكانت لسان حال أبرز هذه القوى وأكثرها ثباتاً وأولها بالحق، فهي الجريدة الناطقة باسم هيئة علماء المسلمين بالعراق في جميع مراحلها ابتداء بمرحلة التأسيس ولاسيما في السنة الأولى من الاحتلال، مروراً بالمرحلة الثانية التي انتهت بوفاة الأمين العام الراحل فضيلة الشيخ المجاهد حارث سليمان الضاري رحمه الله في العام 2015، وهي مرحلة شهدت تصدياً منقطع النظير للاحتلال ومقاومة حامية في نزالات كثيرة خلال سنواتها الطويلة، يشهد لها صدق موقفها العدو قبل الصديق مع ما رافقها من مراحل تأسيس وبناء للهيئة الموقرة. وعاشت البصائر كل المعاناة الطويلة والجسيمة التي مر بها العراق وأهله خلال تلك المدة، فكانت أصدق لسان معبر عن هموم الشعب وآلامه وآماله، وساحة عريضة للكلمة المقاومة بلا طلب لصيد أو انتظار لشكر من أحد. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي بدأت قبل 4 سنوات وما زمنها من بناء مؤسسي لهيكلة الهيئة الموقرة، التي احتاجت أن تجمع صفوفها وتعيد تنظيمها وتفتح آفاقاً جليلة للتعاون مع القوى المناهضة للاحتلال في العراق. وحملت البصائر كلمة هيئة علماء المسلمين في العراق بكل تفاصيلها ومحطاتها وتجاربها في هذه المرحلة التي كان أبرزها مشروع العراق الجامع والميثاق الوطني. الكاتب يقول: وتبقى البصائر في الذكرى 16 لانطلاقتها جريدة غراء مواصلة للكفاح عازمة على المقاومة بالكلمة الصادقة الباعثة للأمل في النفوس الجامعة للقوى العراقية المخلصة، مستمدة ذلك كله من حكمة وسداد قيادة هيئة علماء المسلمين وثباتها وتمثيلها للحق الشرعي الوطني في العراق. يواصل النظام الإيراني تحرشاته ومحاولاته المستميتة لإشعال حرب في المنطقة
يعتقد مرشده الأعلى ومستشاروه العسكريون والمدنيون بأنها مخرجه الممكن والوحيد ربما من أزمته الاقتصادية الخانقة ومن عزلته السياسية والعسكرية التي وضعه فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه العرب والأوروبيون حتى عن الحل لا مشكلة إيران في المنطقة وتداعياتها. كتب إبراهيم الزبيدي هذا المقال: لو كان ما ارتكبه وما يرتكبه النظام الإيراني من مجازر وما أشعله وما يسعى لإشعاله من حروب وما نشره وما ينشره من مآتم لا يصيب سوى العرب والإيرانيين وحدهم لتفهمنا أسباب البرود والمماطلة والمداورة التي ينتهجها الغربيون في مواجهته، ولكنه أصاب وسوف يظل يصيب أقطاراً عديدة وشعوباً أخرى في العالم، ومنها مجتمعات أوروبية كانت حصينة وعصية على التفجيرات والمفخخات والانتحاريين، ومواطنون عسكريون ومدنيون بالآلاف من مواطني تلك الدول التي ساعدت على ولادته وتعهدت بالرعاية والحنان. والخلاصة أن العالم المتحضر الديمقراطي لم يضع نهاية لمسلسل جرائم نظام الخميني في 20 سنة من القرن الماضي، ويبدو أنه لن يضع لها نهاية في القرن 21، رغم أن الحل واضح وأبسط ما يكون، وهو إعانة المعارضة الحداثية الديمقراطية العلمانية الإيرانية على إسقاطه من الداخل، ودفن تاريخه وفكره وعقائده كافة، وإقامة نظام بديل يؤمن بالوسطية والواقعية والاعتدال، ويقود المجتمع الإيراني إلى عصر التعايش السلمي مع دول المنطقة والعالم، ويخلص المواطن الإيراني من أوهام الماضي المتخلف البعيد الذي ما زال بعد 14 قرنا من الزمان ينادي بالثأر لدم الإمام الحسين من ورثة يزيد، وينتظر عودة الإمام المنتظر، ولكن بسفك دماء الملايين من الأبرياء وزعزعة أمن الشعوب الآمنة وخراب البيوت. كاتب يقول: والذي يحمل المواطن العربي على الظن السيء بأمريكا وأوروبا المتحالفة معها والاعتقاد بأنهما ليستا جدتين في نزع أظافر هذا النظام وخلع أنيابه ومنعه من المزيد من التهديد والمشاغبة والمشاكسة، هو أن كل المعلن عنه هذه الأيام لا يتعدى البحث عن وسائل تأمين سلامة ناقلات النفط الأمريكية والأوروبية في الخليج. حذر ماكس بوت كاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست من أن الرئيس دونالد ترامب يقود الولايات المتحدة للخراب بإذكائه جذوة الكراهية، ودعا الكاتب ترامب لوضع حد للعنف الذي يضرب البلاد ووقف تحريضه لمن وصفهم بالمعتوهين في البلاد. ويرى الكاتب أن هذه النزعة نحو إطلاق النار الجماعي تتزامن مع انتشار أيديولوجية تفوق العرق الأبيض التي يذكيها ترامب، وضرب أمثلة على ذلك بما حدث في مدن مثل شارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، حيث قتل 9 أشخاص داخل كنيسة للأمريكيين السود عام 2015، وحين قتل 8 أشخاص في معبد يهودي بمدينة بيتسبرغ في 2018، هذا بالإضافة إلى حادثة إطلاق نار خلال مهرجان الثوم في غاليروي بولاية كاليفورنيا. ويرى الكاتب أن الهجمات التي شنها أنصار اليمين الأبيض المتطرف في الولايات المتحدة كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير، وقارن الكاتب بين تعليق ترامب على حادثة برناردينو بولاية كاليفورنيا حيث لقي 14 شخصا حتفهم في هجوم شنه 2 من المسلمين في 2 ديسمبر كانون الأول 2015، حيث دعا ترامب وكان حينها مرشحا للرئاسة إلى فرض حظر تام وشامل على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وهاجم الكاتب ترامب قائلا: سواء كنت تدري أو لا تدري فإنك تثير بتهورك مع هدوه أمريكا، كما أنك ترفض التصدي لسهولة حيازة أسلحة الحرب في أمريكا. وانتقد الكاتب ترامب لرفضه أن يطلب من الكونغرس حظر بيع الأسلحة الهجومية أو حتى شراء كل الأسلحة الموجودة في المتاجر مثلما فعلت أستراليا من قبل، رغم أنها لم تشهد مجزرة شبيهة بما وقع في الولايات المتحدة.
نقرأ في الحياة: القلق في طهران فضح خدعة جديدة وأماط اللثام عن دور سلبي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. مسؤول الملف في إيران كشف عن مخالفة فادحة وكانت الوكالة تسعى إلى تغطيتها طوال الفترة الماضية لانتشال الاتفاق النووي المطمور. مقال للكاتب فارس بن حزام في صحيفة الحياة. هذه الانتهازية الشديدة في أوروبا تتجلى مع استمرار تعرية الاتفاق، ولا شيء يبرر أن تتقدم المصالح الاقتصادية لدولها على أمن وسلم المنطقة والعالم. هذه الدول تقر رسميا بمسؤولية النظام عن جرائم إرهابية وسياسية واسعة على أراضيها وفي دول أخرى بعيدة، وتصدر العقوبات وتوقف دبلوماسيه بالجرم المشهود والحقائب المفخخة المعدة لاستهداف المعارضة، وفي الوقت نفسه تبدي حرصا شديدا على المضي في اتفاق لا وجود له على أرض الواقع. فما المبرر؟ أكثر ما يخشى أن تبني الدول الأوروبية نظريتها مع التنمر الإيراني وفق مفهوم الفتوة والأتاوة، وتحمي نفسها ومصالحها الاقتصادية في المنطقة من شروره، بغض الطرف عن مخالفاته للاتفاق النووي. في الأعوام الأخيرة اتضحت صورتين من صور السلوك الأوروبي ضد السعودية والإمارات بوقف بيع السلاح الرادع للنظام المتطرف والمواجهة لميليشياته في اليمن ضمن حرب متوافقة مع مجلس الأمن في مقابل السماح لإيران بالتخصيب سراً. يقول الكاتب: عيوب الاتفاق مع شبهة إبرامه تتعرى بأفعال النظام الإيراني، فيما الوكالة الدولية ومن خلفها يبذلون قصارى جهدهم إلى حد الاستماتة للحفاظ عليه. بعيداً عن السياسة، كشفت نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الإعدادي في العراق عن مفارقات كبيرة تعمق إحساس القطيعة بين كثير من الناس وحكومتهم. وبأقل من معدل 100% بقليل، حل طالب من ناحية نائية في جنوب البلاد في المركز الأول بين عموم طلبة هذه المرحلة المنتهية والحاسمة في تحديد مستقبل الطلبة، حيث تؤهل مباشرة إلى الدراسة الجامعية. وبالرغم من أن حسن معيوف الذي يحمل لقب الأول على العراق في هذا العام الدراسي يسكن بيتاً من الطين، إلا أنه أبهر البلاد بدرجاته الامتحانية، إذ حصل على 100% في اختبارات جميع المواد باستثناء اللغة العربية التي حقق فيها ما مجموعه 99%. وينحدر معيوف من أسرة فقيرة الحال تعمل في الزراعة في منطقة قلعة سكر التابعة لقضاء الرفاعي في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب العراق. في خبر آخر، يقول العلماء إنهم استولدوا أول هجين من القرود والبشر، قرد بشري بالعالم، أول قرد بشري بالعالم، ربما داخل مختبر في الصين بغرض استخدامه لتنمية أعضاء منقذة للحياة وزراعتها للإنسان واستخدامها في نفس الوقت. ووصفوا هذه التجربة بالمهمة وتعهدوا بمواصلة تجاربهم باستخدام القرود. وأوضحت صحيفة إندبندنت البريطانية التي نشرت الخبر أن الباحثين حقنوا خلايا جذعية بشرية قادرة على إنتاج أي نوع من الأنسجة في جنين قرد، وقد تم إيقاف التجربة قبل أن يبلغ الجنين عمرا كافيا لولادته، لكن العلماء الإسبان الذين أجروا التجربة بالصين للالتفاف على حظر مثل هذه الإجراءات في بلادهم قالوا إن هجينا من قرد بشري كان من الممكن استيلاده. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.